ضيوفنا الكرام أعضاء هيئة التدريس، الطلبة الأعزاء، مشاركين من جميع أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرحبا بكم في مؤتمر الجامعات الرقمية 2023 المقام في جامعة الأمير سلطان في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. اليوم نجتمع لمناقشة موضوع مؤتمرنا وهو الابتكار نحو مستقبل مستدام بقيادة التقنية، موضوعنا الذي يتوافق مع المبادرة الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى نقل وطننا الحبيب إلى عاصمة العالم في مجالات الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا. نحن في جامعة الأمير سلطان نفتخر بمسيرتنا في تعزيز التحول الرقمي، كما يستفيد منسوبينا من أعضاء هيئة التدريس والطلبة من المنصات المعززة للخبرات التعليمية. نأمل من خلال تجربتكم في هذا المؤتمر أن تتشاركوا في النقاشات والخبرات المتعلقة بالاتجاهات الجديدة في مجال التعليم الرقمي. وشكراً لانضمامكم إلينا في مؤتمر الجامعات الرقمية 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنعمل جميعاً نحو صناعة التأثير المستمر وجعل المستقبل أفضل للأجيال القادمة. وشكراً.